الجنجويد كل يوم بيظهر مخططهم التخريبي للشعب السوداني، والزول بيستشعر لطف الله في فشل مخططهم التخريبي. مثلا زي المجرم اللي حنسمع قال شنو ده، انتوا عارفين قاعد يوصل همبات معاه انه بمقابل اي راكوبه يدمر عماره في الخرطوم او بحري. مخطط اجرامي تخريبي يمضي على قدم وساق لتخريب كل السودان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسمع المجرم ده قال شنو ونجي راجعين. الدولية الان دربته وجهزته، وحاليا ثاني ما في حاجه ناقصه. نحن رفعنا لكم كل الادوات وديناه هناك ونزلناه في مكان ممتاز وامن، بيتم في تستلمون الالات تاع الدلمات دي. ومن هنا اذا مشيت هناك تنقسموا على ثلاثة اقيام، في تيم يكون في بحري، في تيم يكون في مدرمان، وفي تيم يكون في الخرطوم. ثلاثة اقيام. مبروك. الله اكبر. كويس. اذا مشيت هناك في ناس هناك قاعدين تخصصهم بس بيوت الكيزان، ما عندهم اي تخصص ثاني. الناس دي اذا ضربوا راكوبه في دارفور ولا في كردفان، حرقوا راكوبه عبر طيرانهم ولا عبر هاوناتهم، حرقوا راكوبه دايركم تدمروا لي عماره، تزرعوا لي الدلميت ده. الله اكبر. تفجخ اقول لك، حرقوا 20 راكوبه تحرق لي 20 شنو؟ عمار. 20 عمار. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ان شاء الله. ما تترددوا نهائيا، وفي ناس هناك بيعرفوا تخصصهم بيوت الكيزان. وبيوت الاعلاميين الهناين ديل، بيت ابوه بيت جده من الاعلاميين ديل اللي حاليا عاملين نفسهم بالله فلان وبالله فلان، بيت ابوه بيت جده بيت عمه بيت خاله كلهم معروفين. تبلوا لي ابو اهل ذا. ان شاء الله. الله اكبر. واضح الكلام ده؟ واضح. الله اكبر. قول لهم بس طوالي الشباب هناك جاهزين، بس حاليا جهزوا الحياه تتحركوا طوالي. الله اكبر.